بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد المؤقر رئيس جامعة السلطان قابوس راعي هذه المناسبة الطيبة أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أكون معكم اليوم في هذا الصباح البهيج من صباحات مسقط العامرة ونحن نحتفل مع العالم بالذكرى الثلاثون عاما على تسليم جائزة اليونسكو جائزة السلطان قابوس لصون البيئة ومرور 32 عاما على إعلانها حيث أنها أول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة، والتي أطلقتها سلطنة عمان بتوجيه سام من لدن سلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه عام 1989، تشجيعا على حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ عليها، وتجسيدا للدورة العمانية الرائد في نشر الثقافة البيئية وترسيخ مبادئها. على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي. وقد قوبلت هذه الجائزه فور اعلانها بموافقه وترحيب من منظمه اليونسكو ومن المجتمع الدولي انذاك. وتمنح الجائزه كل عامين من خلال برنامج الانسان والمحيط الحيوي في اليونسكو اعترافا وتقديرا للمساهمات المميزه من الافراد والمجموعات والمؤسسات والمنظمات في مجال حمايه البيئه بما يتوافق مع سياسه اليونسكو. وبرامجها في هذا المجال وقد كانت اهتمامات المغفور له باذن الله تعالى للحفاظ على البيئه جليه ومبكره وتمثلت في العديد من المبادرات نذكر منها انشاء مجلس للبيئه في السبعينيات من القرن الماضي ومن ثم وزاره للبيئه وكذلك اصدار القوانين والتشريعات وانشاء المحميات والعمل على رفع الوعي البيئي لدى مختلف افراد المجتمع وياتي ذلك الاهتمام واضحا في خطاباته رحمه الله وفي مناسبات عده ففي مطلع التسعينيات من القرن الماضي في قمه الارض بالبرازيل اكد المغفور له باذن الله تعالى على ان الحفاظ على البيئه مسؤوليه جماعيه لا تحدها الحدود السياسيه واقتبس هنا من خطابه السامي ذلك النص التالي وكعالم يعيش معا على كوكبنا الأرضي هذا قد أهملنا كثيرا مسألة المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية بغياب التنسيق الجماعي بل ذهبنا في الاتجاه المعاكس في تسابق عجيب بحثا عن الرفاهية وتقدم الصناعي دون مراعاة للتوازن المفترض بين التنمية والبيئه ودون احتساب للاثار الوخيمه لهذا التقدم الصناعي على غلافنا الجوي وطبقات الاوزون ومياه الانهار والبحار وانقراض الحياه والغابات وتلوث التربه الخصبه. واذا ما استمر الحال على هذا النحو فان البشريه قد تشهد نوعا من الانتحار الجماعي. واستكمال لذلك الاهتمام الكبير الذي حظيت به البيئة العمانية في عهد المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أكد حضر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد حفظه الله ورعاه مواصلة المسير على خطى السلطان الراحل وأعرب عن تطلعاته لمستقبل السلطنة وفق محاور وأولويات وأهداف رؤية عمان 2040 التي ترأس جلالته حفظه الله لجنتها الرئيسية واشرف على صياغه وثيقتها واداره مشروعها الوطني البالغ الاهميه والذي سيدير دفه التنميه الشامله لنهضه عمان المتجدده نحو تحقيق طموحاتها وتطلعات شعبها خلف قياده جلاله المظفره ايده الله ان رؤيه عمان 2040 التي تضع جميع مؤسسات الدوله مستهدفاتها نصب الاعين قد ارتكزت على اربعه محاور رئيسيه ثلاثه منها لمختلف القطاعات ومحور واحد مستقل للشان البيئي تحت مسمى بيئه عناصرها مستدامه الامر الذي يعكس مستوى الحرص البيئي لدى جلالته حفظه الله ومدى التأصيل للاهتمام بالبيئة الذي أراد أن, أن أراد له أن يترسخ في برامج وأهداف التنمية العمانية خلال نهضتها المتجددة التي بدأت مسارها بخطى واثقة نحو المستقبل. كما أن أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 قد حددت توجهها الاستراتيجي ليتمثل في نظم ايكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني، ووضعت أهدافها السبعة لتتناغم مع أهداف برنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتفي بالتزامات السلطنة تجاه المجتمع الدولي وعضوياتها الأممية والبيئية. ساعيه لتحقيق التوازن ما بين التنميه والحفاظ على الموارد الطبيعيه من خلال ترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقه المتجدده وتنفيذ برامج ومشروعات الاقتصاد الاخضر والدائري واستثمار الجغرافيا والتقنيات لتوفير الامن الغذائي والمائي هدفا الى جعل الاوساط البيئيه ذات جوده عاليه وخاليه من التلوث وتحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 البيئية، فقد عكفت هيئة البيئة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 106 على 2020، على صياغة استراتيجية متطورة للقطاع البيئي بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص ومن أفراد المجتمع، لتلبي متطلبات الرؤية وتحقق الالتزام البيئي محليا ودوليا وتنظم العمل وترفع من مستوى الانتاجيه لتضع سلطنه عمان في مصاف الدول المتقدمه وفقا للتصنيف البيئي العالمي باذن الله تعالى. كما عملت الهيئه على تحديث قانون حمايه البيئه ومكافحه التلوث وكذلك تحديث مختلف اللوائح المنظمه للعمل البيئي والتصاريح البيئيه كما عملت الهيئه على تنفيذ مجموعه كبيره من المشروعات والبرامج البيئيه البحريه والبريه وكذلك مشروعات ادخال التقنيه في منظومه حمايه الحياه الفطريه ومشروعات الاستثمار في المحميات وكذلك مشروعات رصد جوده الهواء المحيط ومشروع قياس الميكرو بلاستيك وكذلك فعلت مبادره استزراع الاشجار البريه والتي تكللت هذا العام بزراعه اكثر من 200 الف شجره وغرس مليوني بذره بالاضافه الى مشروعات تبسيط اجراءات الاستثمار وتسريعها دون الاخلال بتو التوازن البيئي كما أن هذا العام قد أضاف إلى سجل المحميات الوطنية إحدى أهم المحميات الطبيعية في المنطقة لما تحتويه من ثراء في تنوع الأحياء الحيواني والنباتي حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 58 على 2021 بإنشاء محمية طبيعية بمسمى محمية خور خيرفوت الأثري بمحافظة ظفار ومن جانب آخر فإن مختلف القطاعات تبذل قصار الجهد لتحقيق أهداف الأولوية البيئية في رؤية عمان 2040 ونذكر منها مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة ومشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير النفايات ومشروعات السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى استدامة البيئة ومواردها الطبيعية وفي الختام فإني أؤكد بأن الهيئة ومختلف المؤسسات التي يقع على عاتقها مسؤوليه الحفاظ على البيئه واستدامه مواردها ستظل مستمره في عطائها وبذلها المزيد من الجهود لتحقيق اهداف رؤيه عمان 2040 التي ستضع هذا الوطن العزيز باذن الله تعالى في المرتبه التي يستحقها بيئيا. كما لا يسعني في الختام الا ان اتقدم لكم صاحب السمو بخالص الشكر على رعايتكم الكريمه لهذا الاحتفال المميز وللقائمين على جائزه السلطان قابوس لصون البيئه بخالص التقدير على دورهم وجهودهم المقدره كما ان الشكر كل شكر لكل من يعمل او يبذل جهدا في اي موقع او مجال للحفاظ على البيئه وضمان استدامتها محليا واقليميا ودوليا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته